لسه معاك يا جريد 4، والنهارده في يونت 9 اللي هو نص المنهج بتاعنا، وانت شطار جدا جدا. وتعالى نشوف الاكلات الجميله دي، يلا بينا. طبعا لو انت سالتيني ايه احلى اكله انت بتحبها مسكره مثلا، هقول لك البسبوسه. البسبوسه جميله جدا، تعالى نشوف ايه طريقه عمل البسبوسه، ويلا بينا مع الشيف رولا. تمام، ونقول بسم الله. حلوه الشيف رولا دي؟ تمام، يلا بينا. وات ميكس اس سبيشال، ايه اللي بيخلينا مميزين؟ يعني مثلا ممكن ملك دي تعمل بسبوسه، وجمالة تعمل بسبوسه، وهنا تعمل بسبوسه، وسكرة تعمل بسبوسه، ولوجي محمد احلى، ورولا. بس البسبوسه بتاعت رولا تبقى سبيشال مميزه، عشان طبعا دي الشيف رولا والبيت بتاعتها، صح كده؟ طيب تعال نشوف بقى ايه اللي يخلينا مميزين. We often celebrate things in our countries. يعني احنا عادة in our country's history، احنا عادة بنحتفل باشياء في تاريخ بلادنا. A country like Egypt، بلد زي مصر لهي، is famous for its history، مشهورة بتاريخها. And we should continue to celebrate its rich culture. واحنا برضو كمان لازم نحتفل او نتباهى بتاريخنا، ونتباهى بالايه؟ بالثقافة بتاعتنا وبالحضارة بتاعتنا. Let's look around us and say why we should be proud of our beautiful country. طب يلا بينا تعالى نبص حوالينا كده. لا مش نبص حوالينا دلوقتي، يعني نبص حوالينا يعني ايه؟ نبص في حوالينا في المجتمع يعني، ونشوف ايه اللي يخلينا نبقى فخورين ببلدنا الجميلة دي. صح يا لوجي؟ انت بصيتي حواليك. لا هو مش بنبص حوالينا هنا يعني. تمام. طيب here are some ideas، في بعض الايه، في بعض الافكار اللي تخليك فخوره. اهم حاجه الاكل، خلاص انت كده فخوره اهو. the food او الطعام. our food can be described with one word wonderful. يعني اهم حاجه او ابسط حاجه ممكن نقولها على الاكل بتاع مصر اللي هو wonderful. تخيلي مثلا كده انت عندك كشري في مصر، اكله طبعا مميزه، اي حد بيجي عندك الفطير المشلتت. عندك مثلا كده مشتت مشلتت. تمام. maybe the most famous is فول مدمس. الفول والطعميه اهو. beans cooked very slowly served with lots of olive oil and garlic. يعني ايه؟ يعني يا سلام بقى الفول ده، هو طبق الفول كده في الساعه اللي احنا فيها دي، وايه وعليه بقى الزيت الحار كده وزيت الزيتون، وعليه شويه توم كده، وجميل وتحينة. وتحينه بس هو مش قوطه. تمام. يلا بينا. maybe you want something sweet. وطبعا انت عايز تحلي، صح يا سكره؟ احنا ناكل فول بقى من غير ما نحلي؟ لازم نحلي. يلا بينا. how about بسبوسه؟ بسبوسة. ماذا عن البسبوسة؟ والله ما موجودة، أنا مش بضحك عليك ولا بتكلم بجد أهو. A thin sweet سامولينا كيك with a syrup. يعني إيه؟ يعني عبارة عن دقيق، دقيق نوع معين من الدقيق اللي هو الدقيق السامولينا ده، نوع دقيق معين كده. حتى أنت لما تيجي تروحي عند الراجل العطار بتقول أنا عايزة دقيق بسبوسة، هو غير الدقيق العادي، يبقى هو الدقيق ده أهو ومحطوط عليه إيه؟ الشربات. تمام؟ زبيبول. يبقى احنا اتكلمنا عن الفود، ركزي. الفول في حاجتين، فول مدمس بلس بسبوسه. يعني هتاكل فول مدمس، وطبعا اكيد بقى طعميه وبيض بقى والكلام اللي انت عارفاه ده كده. تمام. وبعد كده البسبوسه. تعالى نكمل، يلا بينا. البيبول بقى، طب اخبار الناس ايه في مصر؟ تعالى نشوف. More than half of Egyptians are under the age of 30. يعني نص سكان مصر تحت سن 30 سنه. يعني ايه؟ يعني ناس بيكون عندها 27 سنه، 13، 15 وهكذا، يعني نص سكانهم. يعني النص الثاني بيكونوا ايه؟ فوق ال 30 بقى، اللي هم زي بابا وماما وتيتا وخالته والناس دي. And this means we are full of energy. يعني ده معناه ان احنا في ايه؟ في طاقتنا، في اكثر طاقه. يعني نص سكان مصر اقل من 30 سنه، معنى كده دول اللي هم الايه؟ الاقوياء، يعني الناس اللي هي ايه؟ صحتهم ايه؟ عندهم نشاط وكده. We are helpful to each other and we are very friendly to visitors. احنا مميزين بثلاث حاجات كده دلوقتي، ايه هم؟ اول حاجه سننا، ان معظم سكان مصر عندهم 30. الحاجه الثانيه اللي هم full of energy. الحاجه الثالثه اللي هم helpful. والحاجه الرابعه اللي هم friendly. helpful يعني ان هم متعاونين، مساعدين، يعني لو اي واحد سائح ولا حاجه. تمام. بنعرف نعرفه مثلا المكان والكلام ده، زي في فيلم مثلا عسل اسود كده، لما احمد حلمي سأل الراجل قال له كاسيت عطلان والكلام ده، صح؟ بالظبط. اوكي. وكمان فريندلي، زي برضو ايه فيلم عسل اسود، برضو اتفرج على عسل اسود وانت تعرف مصر فين. and we are very hospitable
بيبول يعني احنا ناس ايه مضيافة. برضو اتفرج على عسل اسود لما برضو راح ايه راح للناس اللي هم جيرانه وقعدوا ايه اكلوه او مسعيد تمام واكلوه وشربوه اخر تمام. تعال بقى نشوف حاجة كمان وعم بلال النيتشر. نيتشر دي اللي هي الطبيعة. الطبيعة ده اللي هي حوالينا. ركزي اكتر. Many people think that Egypt is only a desert. يعني معظم الناس يعني في العالم او ناس كتير في العالم ينوجي بيعتقد ان مصر دي عباره عن قطعه من الصحراء ما فيش فيها ايه فيها جمال وفيها بقى معيز والكلام ده كله. And it's true that 90% of Egypt is a desert. ماشي يا سيدي هنقول لك ان 90% من مصر صح ما عندناش مشكله صح بس ال 10% التانيين دول ايه but we also have green lands بس احنا عندنا في 10% الباقيين في عندهم ايه اراضي خضراء near the Nile اللي هي بتبقى قرب مين قرب النيل اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي. انت مش شايف الصحراء لان انت عايش جنب نهر النيل او it's green and beautiful. طبعا لونها green وبالتالي هي لونها ايه beautiful جميل. there are mountains في كمان جبال زي جبل علبة عارفة جبل علبة in the south and east في جنوب او شرق مصر يبقى الجبال دي بتبقى ايه موجودة لا اما في جنوب لا اما في شرق مصر مش مفيش في الغرب لان في الغرب في مين صحراء صح كده انتوا خدتوها في الايه في الجغرافيا في الدراسات. it often snows in the Sinai region يعني وساعات بتمطر تلج فوق جبال سانت كاترين لان جبال سانت كاترين دي جبال عاليه جدا ولا اسكندريه مش بتمطر فيها تلج الا بقى لو الجو ايه استهبل ولا حاجه كده وسقع او ولا حاجه زي النهارده كده. تعال نشوف الكالتشر اللي هي الثقافه. عارفه ايه الثقافه يا رولا؟ الثقافه الثقافه كل حاجه البني ادم عملها زي الاثار زي زي مثلا الشعر زي اي حاجه ايه العالم بيعملها دي اسمها ثقافه. we make a lot of movies and many of them are famous. زي مصر كده من اشهر الدول في العالم في انتاج الافلام ممكن موجوده في الدول العربيه وافريقيه افلام مصر دي بتتباع في كل حته في الايه في العالم العربي وكده. and we have authors وكمان احنا عندنا مؤلفين زي سكره كده بتالف اهو and who won important prizes وكمان الناس دي خدت جوائز زي مثلا احمد زويل ونجيب محفوظ والناس دي اللي خدوا جوائز نوبل وعندنا ناس كتيره مشهوره جدا. and of course بالطبع we love sports واحنا بنحب الرياضه. anyone who loves karate knows the name of one very famous karate player فريال عبد العزيز. يعني اي واحد بيلعب مثلا كاراتيه بيعرف اسم فريال فريال عبد العزيز وفريال عبد العزيز دي ما شاء الله بنت عم عبد العزيز اللي هو اخر الشارع ده وهي واخده ايه واخده بطولات كبيره جدا في الكاراتيه. تعال نقرا مع بعض كده الزيتنشيب. زيتنشيب معناها المواطنة. يعني المواطنة يعني ان انت تحس ان انت مصري بجد كده مش تحس ان انت مواطن ما انت مواطنة انت تمام بطلي غباء ما تبوظيش الفيديو. المواطنة يعني تحس ايه تحس مثلا كده لما مصر بتيجي تلعب كده في 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 كرة القدم كده تمام ان انت بقى ايه تعمل تقول يا رب تفوز ولما نفوز كده نطلع بقى بالعربيه كده ونقعد تي تي دي المواطنه بتحس ان انت ايه ان انت بتحب بلدك في الفتره دي قوي يعني تمام. اول حاجه سيتيزن شيب لوحديها معناها مواطن والسيتيزن شيب دي اللي هي المواطنه نفسها يبقى هو لو شال كلمه شيب فضلت كلمه سيتيزن اللي هي المواطنه زي المواطنه اللي داخله حواليا دلوقتي دي سيتيزن بس لكن لو انت حطيت لها شيب يبقى سيتيزن شيب يبقى دي سيتيزن ولا سيتيزن شيب سيتيزن بس بالظبط دي كده سيتيزن تمام. طيب تعالى ايه تاني نسينا نقول الحاجات المشهوره في مصر غير البسبوسه السحلب يعني احنا نسينا نقوله تمام نخلي الراجل اللي عمل الكتاب يقوله بعد كده. بعد كده عندنا ايج culture Egyptians بسبوسه ما تقولهاش زي انا بدلعها بقولها هي بسبوسه مفيش جوابيه. garlic اللي هو الثوم دي كلمه جديده اهي. national syrup اللي هي الشربات يعني. half history festival karat olive oil mavi سامولينا اللي هي السميد. سامولينا دي اللي هي السميد. السميد ده اللي هو دي البسبوسه. فول مدمس اللي هو مين اللي هو السميد
لا دي البسبوسه ده اللي هو بيبقى دي بس فيه عامل زي حبات كده، تحس ان هو تخين شويه كده، ده اسمه ليس. اصل في حاجه تانية اسمها سميت برضو فافتكرتها هي اللي هي بتبقى سميت وجبنه. لا مش السميت وجبنه، ده السميت وجبنه ده حاجه تاني. اه يا انا سبيشال انرجي ايديز ناتشر سيناي مش سينا سيناي ريجن سويت وندرفول. برضو الراجل عمال يرخل في فيربس جديده اهي، كونتينيو continued, scribe, scribed, cook, cooked, serve, served, snow, snowed, win, won, win, won, حفظ, win, won. اه يعني انت عايزه تقولي انا فزت يا ماما النهارده في بجائزه مثلا، ما اقول won مش هقول win، وما اقولش wined. regular اه عايش. خلي بالك حط اندرلاين على كلمه for او circle في مسفور، عايز اقول مشهور بيه، عايز اقول مثلا عايز اقول مثلا سكره مشهوره بالرخامه على المستر، يبقى اقول فيمس فور. تمام. براود اوف، عايز اقول ان انا فخور برولا، هقول براود اوف مش رولا، انت رولا حد تاني. مفيش رولا تاني صح، ما عنديش رولا، ما قابلتش حد في حياتي اسمه رولا هنا كتير في مصر. ما قابلتش حد في رولا اللي هي بتغني دي تقريبا لبنانيه او كده يعني. في بعد كده فريندلي تو معناها ودود تو، يعني مستر محمد فريندلي تو لوجين، لوجين يبقى فريند. لا مش لوجين، لوجين بتيجي متاخره. تمام. فريندلي تو هنا مثلا، يبقى هنا هو ودود الى او مدود مع هنا. هاو اباوت ماذا عن ملك؟ اي لاف ملك. هاو اباوت سكره؟ اي لاف سكره. اي دونت لاف يو. اوكي بوست الفيديو عادي ساكته بقى ماشي. الجو جنن الناس بس سيبك انت، جو مدهش. فول اوف معناها مملوء بيه، يعني ايه هقول لك؟ الجو مملوء بالرينز بالايه بالمطر، يبقى فول اوف رينز. اوكي. الشوارع ذا ستريتس ار فول اوف، فول اوف مش طعميه اوف، فول اوف رينز. بعد كده هيلب فول تو متعاون مع، يعني اقول لك ان هنا فول اقول هيلب فول تو اذرز، يعني متعاونه مع الاخرين بتديهم اساتيكهم.